أهلا بكم إلى أهم أخبار موريتانيا، وهذه عناوينها: مباحثات موريتانية أمريكية في مجال حقوق الإنسان، إعلان موعد انتهاء العطلة البيولوجية وعودة أنشطة الصيد، وتجدد احتجاجات المعارضة ومطالب بإلغاء الانتخابات. عقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في نواكشوط، وشملت الجلسة مناقشة التعاون الثنائي وقضايا حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، كما تطرق لدعم استراتيجية مكافحة الرق ومخالفات العبودية. حددت وزارة الصيد والاقتصاد البحري 30 من الشهر الجاري موعدا لإنتهاء العطلة البيولوجية وبداية موسم الصيد للعام الجاري. وضعت الوزارة مجموعة من القيود البيئية على مالكي السفن، مشددة على أن كل مخالف لها لن يتمكن من استئناف نشاطه. وقعت وزيرة العمل الاجتماعي اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للتعاون في مجال حماية الأطفال، وتتيح الاتفاقية استخدام نظام قاعدة بيانات رقمية تستخدم للرصد والاستجابة بشكل أفضل لحالات العنف والاستغلال والإهمال التي يتعرض لها الأطفال. نظمت 6 أحزاب سياسية معارضة مسيرة في نواكشوط للمطالبة بإلغاء الانتخابات وإعادتها، وصف مشاركون في المسيرة لجنة الانتخابات بأنها شريك فيما اعتبروه تزويرا في صناديق الاقتراع. وتشكل الأحزاب المحتجة أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وقد سبق أن خرجت إلى الشارع بعيد الإعلان عن النتائج. أطلق البرنامج الوطني لمكافحة العمى قافلة طبية لإجراء عمليات جراحة العيون على مستوى ولاية كيدي ماغا، ومن المقرر أن تجري الفرق الطبية 300 عملية في المستشفى المركزي لمدينة سيليابي خلال الأيام 6 القادمة. انطلقت في فرنسا تظاهرة حول تاريخ الجمل بمشاركة وفد من المكتب الموريتاني للسياحة ترأسه فاطمة بنت الحسين مكلفة بمهمتهم في المكتب. ومن المنتظر أن يشارك الوفد في تظاهرة ثانية منظمة في مدينة فاي للتعريف باليوم الدولي للجمل. نهاية النشرة، في أمان الله.